طبعا دي كنا الخناق، بس انت بتعلق تقول ايه بقى؟ مش هتقول لي هنا الكنال ده، لو انا طلبت منك المنظر ده وهتيجي في الامتحان تعلق عليه ازاي؟ اي سبب عشان تعلق عليها تقول الضاي او الباريم انسايد، باريم انسايد، باريم انسايد. الصبغه داخل وتقول الاسم الحاجه اللي ايه اللي قدامك اللي انا مشاور عليها، هيجي لك في الامتحان منظر الاشعه وعامل لك سهم وعليه رقم واحد او رقم اي او رقم بي، تقوم تعلق تقول الاول اسم المنظر ده في الامتحان. بفكر اجيبه لكم زي نظام الايه الجزئي، نظام الامتحانات اللي هي المكبره، ونحطه كده في مدرج كبير، كل واحد معايا الورقه بتاعته لو في امكانيه في المعهد، ونعرض الصوره ومكتوب الامتحان جماعي للكل في نفس اللحظه عشان ما نضيعش وقت، وكل واحد يكتب في الصوره قول اسم الاشعه، تقول اي بي ريديوجراف اوف ذا كولون افتر فاريوم انيما، العنوان دي عليها درجه. بص رانتيرا اندرو مش مشكله، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، هقبل يا جماعه خليك معاك لحظه واحده لحظه واحده، وبعدين هدي لك بقى ايه السهم على الحاجه اللي انت هتكتب عليها التعليق بتاعك، وهجيب لك النورمال، مش هجيب لك فيها حاجه باثولوجي، المفروض بقى الباثولوجي يجيبوا لك حاجه بقى، انا اديت الطبيعي يجيبوا لك هم بقى الحاجات الامراض ويعملوا لك التشكيله الكامله بقى للامراض ممكن تتوقعها عشان يبقى خدت كورس كويس. وبعدين تقول باريم ان ذا انر كانال، باريم ان ذا ريكتم، باريم ان ذا بيلفي كولون او السيجمويد كولون، باريم ان ذا ديسندنج كولون، باريم ان ذا ليفت كونيك فليكشر او السبلينيك فليكشر، الانحناء الطحالي، باريم ان ذا ترانسفيرس كولون، باريم ان هيباتيك فليكشر او كل الرايت كولون فليكشر، الانحناء القولون الايمن او الايسر، او تسميه هيباتيك فليكشر او سبلينيك فليكشر، باريم ان ذا اسيندنج كولون، باريم ان ذا سيكم، باريم ان ذا ابندكس. بس بالنسبه للابندكس مش هتبان في الصوره الكبيره دي، لا ده هتبان خط صغير من الباريم كده اهو، لان اليوم اللي بتاعها ضيق خالص كده، تلاقي كل دي صبغه كده والصبغه داخله كده ماشيه كده اهو، خط من الصبغه ده اللي هتشوفه، انما انا راسم لك الصوره الابندكس كله على بعض، هتشوف طبعا ده ال واحد ال اثنين ال ثلاثه اربعه هنا وال خمسه في مكان السكر، ده الإليا كريست، ده هيبقى الهيد بتاعت الفيما، ده الهيب جوينت، ولو امتدت بدسمة تحت شوية تلاقي السيمفيسيس بيوبس الارتفاق العالي، صورة سهلة بعد ما درسنا الجهاز الهضمي، الصورة سهلة خالص. الطبيعي لازم تدرسه عن ظهر القلب، يكون فاهمه كويس قوي، بعد كده الغير طبيعي هيبان في الصورة وتقدر تحكم وتشوف بقى كل الصبغات اللي عندك وكل الأشعة اللي في المستشفى، انكشها وطلعها واقرا اللي فيها وقلب وعلم نفسك، وده تعليم ميداني، فرصة أنت في المستشفى قبل ما تفتح، بعد ما تاخد الماجستير بعد التخصصية، فنفضل وراكم لحد ما نجيب لكم ماجستير، وبعد الماجستير ان شاء الله نزوركم في عياداتكم ومراكزكم باذن الله ان شاء الله. احنا نجحنا في حاجات كتير لسه في خطوات. طيب. نعم ايه؟ طب استنى. استنى. والله انا هعمل كده لوتري كلكم عزاء عليا. اكتب اسمائكم واروح كاتب ورق، مرة دي ده. الكل ما يبقاش حد عنده مميز. طيب فاكرين الجول برادر لما رسمنا الاكسترا هيباتيك بيليري باسجز الممرات المراريه خارج الكبديه؟ ايوه فاكرين الكلمه دي؟ اكسترا هيباتيك بيليري
passage. الممرات الغالية الكبدية المرارية. هنعمل حاجة اسمها كوليسيستوغرام. كوليسيستوغرام يعني أشعة الصبغة لرسم المرارة والقنوات المرارية. اسمها كولي سيستو جرام. نروح راسم بالقدر بالمنظر ده والفقرات قدام منك. لازم تجيب مفضلة الأخير ده هنا وبعدين كل اللي بعد منها. في 12 وبعدين في اللي 1 في اللي 2 في اللي 3 في اللي 4 وهكذا. وتلاقي الضلع ماشي كده والضلع ال 12 ماشي كده. وتعلق بقى المرارة للكل بلدر للفندس للبودي. اشتغلنا في كيو يا دكتور اغمرني. ممكن ممكن المناظير وشغل المناظير دي تبقى النك لسن المرارة. عايزين نطلع بقى الخلايا المرارية نفس المنظر ده كده نفس الضلع ده تي 11 وهذا الضلع ده اهو ده الضلع رقم 11 لل 12. ال 12 هو اللي ماشي مباشرة على جسم الجول بلادر. الضلع ال 12 اللي هو ده اهو. طيب نرسم تاني برضه المرارة. فنقص وبعدين تعمل الاس شيب اللي هي بتاعت السيست ده وبعدين تلاقي اثنين قنوات بالمنظر ده عمرك ما تنساه لو شفت الصورة دي. المنظر بالصورة ده هتقول كل سيست جرام. ما تقولش بقى ليفت هيباتيك داكت ورايت هيباتيك داكت. داي يعني الصبغة ان يعني كده بالمنظر ده كده كل ده اسود باين ابيض في الصبغة كده اهو مرسومة كلها صبغة اهو. هتلاقي ديت الرايت صبغة في الرايت هيباتيك داكت. وصبغة في الليفت هيباتيك داكت. طبعا هتعلق على المرارة تاني فانتس وبودي ونك اسمها جول بلادر. وبعدين دي السيستك داكت عاملة زي حرف اس. وديت بتبقى الكومون هيباتيك داكت. بعد السيست الضغط بتتحد مع الكومن هبات الضغط تعمل الكومن باي الضغط. الراجل طالب كل سيست جرام عايز منك ايه؟ عايز منك صورة وتعليق. يبقى شكك في حاجة. يبقى شكه ده ممكن يكون حقيقي. هتلاقي هنا حاجات سودة كل ده اسود. الاسود ده الصبغه واللي باين ستون حسب طبيعه الستون بقى. يا اما صفت مفيش فيها املاح ولا كالسيوم ولا يبان سود. خلي بالك من الحته دي. وبعدين عايز هناك ممكن تلاقي ستون هنا اهو لان جاي لك وعينيك فيها صفرة. جوندس. في اوبستراكتيف جوندس. اوبستراكتيف جوندس. صفرا سداديا. ما هو لما البايل اللي هي ماده الصفرة نفسها اللي هو الافراز بتاع المراره ما يمشيش يروح الدم. لما يروح الدم يتكسر. لما يتكسر يطلع الماده بتاعته اللي هي البان يلوش ديسكالوريشن في الايه في السكليرا
سكليرا بياض العين. يبقى عنده جوندس. لما يجي لك حاجه زي دي توقع حاجه من الاثنين، ما لهمش تاني او حاجه من ثلاثه. هيدو زمان كرياس سرطان. استون في الممرات دي او الحاله العامه للمريض عنده فشل كبدي. ها؟ والكبد ما بيشتغلش ما بيكسرش البلوروبين بتاع الايه؟ بتاع الصبغه، تقوم تعمل الجوندس تشغل مخك. حاجه من ثلاثه، يا سرطان في البنكرياس، يا حصوه قافله القنوات المراريه. شوفنا حلاوه التشخيص بقى، يا اما الحاله العامه بتاعت الكبد فيه فشل، وتقدر بعد كده نعمل كومنت على هذه الصوره. كده خلصنا الجزء بتاع الصبغه، نخش حته ديكسا. نعم. لو واحد بيقول ان الكلام مقفوله، هو اولا مش هيبقى واحد، لان مش هيعيش عشان يبقى واحد. طفل مولود عمر واحد هيبقى عنده هنا الكلام مقفوله وهيكمل. صح؟ هيقول لك بياكل وما بيصرفش، على طول تدور هنا الاورج مش مقفول. ايه محتاجه ايه؟ انذار بس، ده محتاج صبغه بقى. اسمه صبغه ليه؟